طلبي وين ما غبرش، انا معروف عند الجمهور ديالي اللي كيعرفني من اوائل التسعينات من الاغنيه ديال حاولت انا نساها والله ما قديت. فانا معروف كندير كنتاخر شويه في الالبومات ديالي، كندير ما بين الالبوم والالبوم 5 سنين 6 سنين. فهاد هاد السنوات الاخيره يعني تقريبا واحد 7 سنين ديال البراك، ولكن هذاك ماشي براك يعني 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 كنخدم كنوجد. ولكن مؤخرا رحنا يعني سالينا واحد جوج ديال 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 لي كليب، واحد جوج ديال لي سينجل، واحد غادي يكون ان شاء الله في لو برومي اوت، يعني رقاده هارد، يعني رقاده بالشكل المعاصر دابا اللي كيبغيوه الاجانب، غادي يكون ان شاء الله في لو برومي اوت. وواحد عاوتاني اغنيه راي بالطابع القديم ديالي، ولكن هي اغنيه جديده، غادي تكون ان شاء الله في شهر اكتوبر. الاولى ميمونه والثانيه بابور الدنيا. الثانيه اللي صورناها مؤخرا مع الفنان ديالنا جواد السايح، لانه هو معروف دائما كيلعب معايا في لي كليب، هو وكريمه وسط. فهاد المره جا كان جواد السايح، خدمنا واحد الكليب، فمفاجاه الجمهور. ولكن الرقاده ان شاء الله الا بغى ربي الهارد، يعني الناس اللي الرقاده يعني على حقوقها ومؤصله كما نقول. هذا هو اللي خلاني نغبر، نفضل نغيب واحد المده زمنيه طويله باش الا عطيت للجمهور شي حاجه كنعطي شي حاجه اللي تكون في المستوى. راه فيا ما نخدم كوكوت مينوت ندخل للاستوديو نخدم 6 ديال الاغاني في ليله، ولكن داك الشيء ما بحال الواي واي دابا، هذا الشيء واي واي راه كيدور دابا، وشي اغاني ما تاع ليله ما عنديش انا هذه القضيه هذه. واخا على ذكر اغنيه او 6 اغاني كيخرجوا في نصف ساعه او ساعه، شنو كيبان لك في هذه الاغنيه الشبابيه اللي ولات كتخرج بواحد السرعه؟ لا دابا الراي ديالنا حنا القديم، يعني 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 كيما نقولوا كلمات لحن موضوع بزاف ديال المسائل اللي كانت ذاك الوقت تكون. دابا راه الراي حاليا كاين شي حوايج اللي هما مهمين مزيانين، راه كاين شباب كيخدموا الراي يعني بمعنى الكلمه. مثلا الا قلنا طنجه كيخدموا الراي، انا انفاجئت شي مرات في الراي ديالهم، لان علاش هما كاع الالوان ديال الموسيقى المغربيه خداو منها. ف كاين الراي في محله، انا كنهضر على داك الراي داك الساقط دابا اللي ولاو كيخدموه بعض الفنانين الله يعفو عليهم، وصافي داك يعني ما تقدرش تسمع له، حتى مع راسك انت ما تقدرش تسمع له، فين عاد مع والديك ولا مع عائلتك ولا مع. فالراي ديال دابا كما قلت لك كاين واحد الفئه كتخدم كتبدع، شباب صغار ولكن كيخدموا داك الشيء في مستوى هائل، يعني واخا داك الشيء في خفيف كيحطوا شي حوايج مزيانين، ولكن واحد الفئه اخرى ما الله يعفو عليهم وصاف، خصو يرجعوا للمدرسه القديمه ديال ميمو الوجدي وشاب حسني ويتعلموا شويه عادي يدخلوا الساحه الفنيه. واخا كلمه اخيره من طالبي والجمهور ديالو الاشواق. ما وقع والو، اش واقع ما وقع والو، انا عارف الدري تبارك الله عليكم، انتم بعد اول نشتكم في السهره خدامين تري موتيفي، يعني تبارك الله عليكم، وانا هذا الشيء كيعجبني في الشباب. فالجمهور ديالي كنقول لهم استناو لو برومي اوت ان شاء الله، ما فيهاش نهار زايد ولا نقص، لو برومي اوت ان شاء الله غادي ديفيزا لا بروميير شونسون رقاده ديال 2019 2020 سكوبو، يعني راها المده الزمنيه ديال هذه الخدمه 7 سنين وحنا كنوجدوا فيها اغنيه واحده 7 سنين. فنقول لهم الرقاده راها جايه ونخلي الحكم ليهم هما ان شاء الله.